تحول لاعب الرجبي لفريق اتش كي 7 روي وانغ لفنان بالرسمة الضوئية احتفالا بسباعيات الرجبي في هونغ كونغ السنوية بأحدث إبداعاته في الرسم الضوئي، وذلك عن طريق حمله لمشاعل صغيرة وفرشا ضوئية فيما يتحرك حوله لاعب الرجبي مع التقاط مسار الضوء بكاميرا ذات غلق بطيء لتشكل بذلك صورا لتنانين راقصة وعنقاء طائرة والتميمة في ملعب الرياضية. أثار نشاط بركان بواس بوسطى كوستاريكا قلق السلطات والسكان بعد جفاف بحيرة الفوهة، ما أدى إلى زيادة انبعاثات الغازات والرماد المتساقط على البلدات المجاورة، وأغلقت السلطات الوصول إلى فوهة البركان في الحديقة الوطنية بعد ورود تقارير عن مشاكل في الجهاز التنفسي من سكان بلدات غريسيا وسارشي ونارانغو الواقعة على سفوح الجبل على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال سان خوسيه. مع تدفق مرتفع أوسع بعشرة الأمتار ينحسر نهر أرمانكون في مقاطعة يون بوسط فرنسا ببطء بعد ليلة وصباح حافلين بالأحداث، خاصة في بلدة ليزين حيث أجبر العديد من السكان على الإخلاء، فيما تظل اليقظة هي النظام السائد في البلدات الواقعة أسفل مجرى النهر مثل تونير، فيما لا تزال مقاطعات متفرقة وسط وغرب فرنسا في حالة تهب مستوى خطورة بسبب مخاطر الفيضانات وفقا لهيئة الأرصاد الجوية. تستخدم مزرعة شاي في مدينة هانغشو والتي يطلق عليها اسم عاصمة الشاي في الصين روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العمال في قطف أوراق الشاي والمعروف أيضا باسم شاي بئر التنين، والذي تتم زراعته منذ أكثر من 1200 عام في المنطقة، وتعد هذه الروبوتات هي الجيل السادس من نوعها حيث تم تطوير النسخة الأولى منها عام 2019 في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي العام في الصين انخفاضا في عدد العمال.